خلاص لا تتضايق، أكيد نحن رح نلاقي حل لهي المشكلة. بس ما في وقت يا راتي، أهلي عم يفكروا يزوجوني بنت من عيلة ملكية. مفكرين إذا تزوجت بنت من عيلة أمراء رح تكون فرصتي لأحصل على أرث كبير. هلأ صح ديف تزوج من كريشا وهي من عيلة بسيطة وعادية، بس ديف ما رح تفرق معه لأنه عنده ورثة كتير كبيرة راتي، ورح يصير ملك وإله شأن عالي بيوم من الأيام أكيد. وبسبب هالشي كله أنا متأكد رح يعارضه، لهيك لازم انساها لحبيبتي. فهمتي علي راتي؟ بسهولة بتستسلم آراف؟ الحب الحقيقي لازم ينتهي بالزواج، وحبك رح ينتصر. ومشان هي البنت الأميرة، أنا بشوف لك طريقة مقنعة لتقدر ترفضها. ولما يجي حدا يقلك على بنت كرمال تتزوجها، قول الزواج اسمه ونصيب، وكل واحد بيلاقي نصيبه. إيه؟ لهون وصلت الأمور معك؟ عم تطلبي منه يأخر الزواج مشان ترتبي له قصته مع حبيبته؟ داكش قال كلام بخوف لهداك الخادم، وهالكلام بيدل إنه هو يلي عم يخطط ويدبر كل شي. أكيد هو، أكيد داكش بذاته. وهلأ بتخلص شغلك وبتروح من هون فوراً. إيه وكمان بدك تاخد هاد معك برات الغرفة. لا معقول اتهم داكش بهيك شي سيء كتير؟ لا مو معقول يكون داكش هو يلي ورا كل اللي صار. أنا لازم أتأكد من كل تفصيل قبل ما أعمل أي شيء. وش ديفراج هو اللي مشوه أكتر شي؟ بس مايا وداكش صورة وشون سليمة فيها، بس داكش ليش سوى هيك بوشه لديفراج؟ لازم فتش غرفة داكش لأعرف أكتر.